بتتجه انظار الجماهير المصريه نحو ملعب الجونه، حيث اللقاء المرتقب بين الاهلي والقطن الكاميروني في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، حيث انتهت مباراه الذهاب بينهما بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما. وتترقب الجماهير المباراه خاصه بعد تمدد حلم وصول المنتخب الوطني الاول الى كاس العالم بالبرازيل بعد الهزيمه القاسيه من منتخب غانا بستة أهداف مقابل هدف واحد. نتحدث عن المشهد الرياضي أيضا في مصر بشكل عام من خلال لقائنا في استوديو هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة بالأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. أستاذ رامي صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. عايزين نعرف من حضرتك كده تقييم لأداء الأهلي مع القطن الكاميروني في آخر مباراة كانت ما بينهم حوالي أسبوعين كده، كانت في الكاميرون تحديدا. طبعا المباراة في الذهاب كانت نتيجة إيجابية بالنسبة للنادي الأهلي، 1-1 خارج الأرض، أعتقد نتيجة إيجابية جدا هتساعد فريق النادي الأهلي بكرة إن شاء الله. لكن الحقيقة مشكلة النادي الأهلي بكرة في تنحصر في أزمتين. الأزمة الأولانية أزمة نفسية طبعا على أثر الهزيمة يعني المهينة، أنا بعتبرها المهينة بالنسبة للمنتخب الوطني، 6 أهداف خارج الأرض أمر صعب جدا، يعني كانت ليها أثر سلبي جدا على اللاعبين، خصوصا لعيبة فريق النادي الأهلي بيضم 8 لاعبين في قائمة المنتخب الوطني، ودول المفروض ان هم هيشاركوا بكره في المباراه. فاعتقد ان الجهاز الفني كابتن محمد يوسف عنده مشكله كبيره جدا في الناحيه النفسيه، ان ازاي يهيئ اللاعبين نفسيا لمباراه نصف نهائي اللي هتكون على اثرها ان شاء الله الصعود للنهائي باذن الله. المشكله الثانيه في مشكله طبيه في اصابات، حسام عاشور لاعب خط الوسط، شريف اكرامي، يمكن شريف اكرامي تحددت بالامس مشاركته ان شاء الله بصفه نهائيه، لكن حسام عاشور هيتحدد النهارده. الاثنين من العناصر الاساسيه جدا بالنسبه للفريق. في مشكله ثانيه برضو، مشكله ابو تريكا، ان هو اعلن اعتزاله طبعا من اللعب الدولي في الفار المقبله ان شاء الله، ودي يمكن كمان عملت ارتباك لبعض اللاعبين. ابو تريكا اسم كبير، ابو تريكا من اللعيبه المهمه واصلا العناصر الاساسيه، يعني اعلان اعتزاله ده كان بعد مباراه غانا نتيجه ويمكن دي كانت يعني دايما ابو تريكا تصرفاته وافعاله ما بتكونش على قدر مسؤوليه النجم. يعني لازم اللاعب يفكر في ان عنده مباراه نصف نهائي مع النادي، لازم يهيئ لعيبته، لازم هو الكبير هو اللي يقدر يلم اللعيبه. يمكن التصرف ده خلى نوع من الارتباك الى حد ما داخل النادي بصفه عامه وداخل الفريق بصفه خاصه، الى حد ما يمكن هاني خشب عمل اجتماع عام امبارح وهو حسن حمدي رئيس النادي على اساس ان هم يلموا اللعيبه، لان المباراه مهمه جدا، مباراة في غاية الصعوبة بالنسبة للنادي الأهلي من الناحية النفسية، لكن من الناحية الفنية والبدنية أنا أعتقد إن فريق القطن يعني أقل كتير جدا من النادي الأهلي، لكن المباراة من الناحية النفسية أصعب عليها. طب حقيقة من الناحية النفسية زي ما حضرتك قلت، يمكن كمان في ناس كتير بتتفق مع حضرتك في هذا الرأي، فكرة المباراة اللي كانت ما بين المنتخب المصري وغانا هيكون ليها تأثير نفسي قوي جدا على مباراة الأهلي والقطن الكاميروني. وفي ناس ثانية شايفة لا، ده ممكن يكون دافع ليهم أو حافز ان هم يحققوا نتائج مشرفه ربما لاستعاده يعني مكانه الكره المصريه، وايضا للحفاظ يعني على ماء الوجه في محاوله لتحقيق نتيجه متقدمه. شايف ايه؟ قد يكون، ولكن فكره الفارق الزمني بين المباراتين قليل جدا. يعني المباراه كانت يوم الثلاثاء، صعب التعافي النفسي بشكل يعني سريع، واحنا كمان اللعيبه المصريين ما بيقدروش يفصلوا ما بين مباراه ومباراه. الشعور عندنا العاطفه زياده شويه، لكن الفرق الزمني ما بين المباراتين صعب، لكن اعتقد ان الجهاز الفني هيكون دوره النهارده تحديدا، النهارده يوم يعني يوم كامل ليوم نفسي على اساس تهيئه اللاعبين، خاصه اللعيبه اللي شاركوا في المباراه زي شريف اكرامي، زي حسام عاشور، زي ابو تريكا، زي وليد سليمان. اعتقد ان دول هيكون لهم دور كبير جدا بكره ان شاء الله. طب استاذ رامي من الناحيه الفنيه بقى، عايزين حضرتك تقول لنا هل فريق القطن الكاميروني
الكاميروني هيلعب بطريقه مختلفه باسلوب مختلف عن مباراته الاخيره مع النادي الاهلي، ابرز الاوراق اللي هيعتمد عليها من خلال لعبه ان شاء الله بكره؟ وطبعا فريق القطن الكاميروني هيعتمد بصفه اساسيه في الدقائق الاولى ان هو هيلعب ضاغط على النادي الاهلي، على اعتبار ان هو عارف ان لعيبه النادي الاهلي عندهم من الناحيه المعنويه الناحيه المعنويه مش منخفضه، فهيقدر ان هو ما عنده ما قدموش غير ان هو يحقق نتيجه ايجابيه بالنسبه له، تعادل ايجابي او الفوز. فهو نادي القطن ما عندهوش حاجه يبكي عليها زي ما بيقولوا، لكن لازم على لعيبه النادي الاهلي ان هم يعني يستغلوا فكره الارض والجمهور المباراه طبعا على ملعبنا، ان احنا نقدر ان احنا على الاقل نتعادل سلبيا نقدر ان احنا نصعد ان شاء الله. طب استاذ رامي، شايف حقيقه ان نتيجه المباراه الاولى ما بين الفريقين واللي انتهت بهدف ايجابي لكل منهما ممكن هي تصب في النهايه لصالح النادي الاهلي؟ هو ان زي ما تحرك النتيجه اللي في مباراه الذهاب هي نتيجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن دي مش كافيه، يعني مش كافيه لمباراه بكره. المباراه بكره طبعا بتحسب مجموع المباراتين، التعادل السلبي يكفي النادي الاهلي للصعود للدور النهائي، الفوز باي عدد من الاهداف يعني يصعب بالنادي الاهلي، لكن هو في مجمل المباراه انا بعتقد ان في الناحيه الفنيه الاهلي يعني اعلى من القطن الكاميروني، لكن المشكله الاساسيه بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين هي الناحيه النفسيه، واعتقد ان اللعيبه عندها من الخبره بعضهم يعني عندهم من الخبره ان هم يتغلبوا على ده، طبعا بمعاونه الجهاز الفني والجمهور، ويجب برضو ان وسائل الاعلام تساند الفريق في مرحله زي كده، لان المباراه اعتقد ان هي هتكون صعود للدور النهائي لمقابله الترجي. اعتقد ان النهارده في ماتش الترجي واورلاندو، لكن الترجي اللي هو الاقرب يعني. طب استاذ رامي، الى جانب العامل النفسي اللي هو بالتاكيد وبلا شك مهم يعني ما نقدرش ان احنا نغفله في التاثير على اللاعبين وادائهم، ولكن احنا تابعنا في اداء المنتخب امام مباراه غانا اداء ضعيف للغايه يا استاذ رامي، في يعني ثغرات كتيره جدا، في يعني ما فيش اي سيطره على الكوره، الدفاع، الهجوم، في نقص شديد جدا، يعني كاننا مش امام منتخب بيلعب بشكل متكامل وبشكل منسق، وكانه ما فيش اي تدريبات على الاطلاق. هل ده راجع لايه؟ وهل يعني لا قدر الله ممكن نشوف نفس الاداء ده بكره مع مباراه القطن الكاميروني؟ بعتقد انه مش هتشوف الاداء ده قدام النادي القطن، لان الضغط اللي كان على لعيبه المنتخب قبل المباراه، الضغط الاعلامي والنفسي كان مسبب لهم حاله من الذعر، ويمكن يعني كان في بعض الزمان اللي كانوا موجودين هناك شافوا اللعيبه في وجوههم حاله ارتعاش وحاله طبعا ده حتى كان باين في لعبهم، يعني احنا حتى مش متخصصين قوي في الكوره، ولكن الملعب كان كانه فاضي، ما كانش في منتخب او فريق بيلعب يعني. ما هو ده، بس انا بعتقد ان الموقف هيختلف مع النادي الاهلي، لكن مباراه غانا انا بعتقد ان هي تستحق الدراسه مننا كوسائل اعلام، لان اللي حصل لمنتخب مصر يعني على اساس ان احنا حققنا 3 بطولات افريقيا، ويمكن هزمنا غانا اكتر من مره وهزمنا فرق كبيره اكتر من كده، ان احنا نهزم او نخسر في المباراه بعدد كبير ده، اعتقد ان احنا نستحق الدراسه، ويجب على اتحاد الكوره ان هو يبحث عن خطه للفتره الجايه. طب هل بتفسر بايه يعني اسباب هذه النتيجه الكارثيه حقيقه انجاز التعبير؟ يعني هل ان المنتخب الغاني منتخب قوي وصعب ان احنا ننافسه، ولا ده نتيجه ضعف مننا او ربما استهتار في التدريب او في عمل معسكرات رياضيه او يعني امور كثيره يعني في النهايه بتتكاتف لتحقيق نتيجه متقدمه؟ هي طبعا زي ما حضرتك قلتي نتيجه سوء استعداد لمباراه مهمه في تصفيات كاس العالم، مباراه يعني هتحقق حلم اكتر من 22 سنه فاتوا ما صعدناش لكاس العالم. يمكن سوء الاستعداد هو اللي كان السبب الرئيسي في الهزيمه، كمان عدم دراسه الجهاز الفني للفريق المنافس، فريق المنافس فريق قوي جدا، فريق تم اعداده من 7 سنوات، الفريق ده تم اعداده من 7 سنوات لكي يحصل يعني يصعد لكاس العالم، ودي يمكن اللي انا بقوله لسه كنت بقول لحضرتك، ان لازم الاتحاد ولازم الانديه تفكر في ان هي تعد لاعبين او تعد فريق يستطيع ان هو يصعد الى كاس العالم
مثل كل المنتخبات اللي بتفكر وبتخطط ان هي تجهز فرق تستطيع انها تحصل على بطوله، تحصل على ميداليه زي مثلها زي مثل الالعاب الاخرى. يعني دي من احد الاسباب المهمه في زي ما حضرتك بتقولي، فكره ان احنا ما استعدناش، عدم دراسه الفريق المنافس بشكل منظم، ما عرفناش نقاط القوه والضعف في الفريق المنافس، عندهم ثغرات مهمه جدا في خط الدفاع احنا ما استغلناهاش بالظبط. كان ساعات كتيره بيبقى الجون فاضي والجون كيبر بيكون سايب حارس المرمى، طبعا احد الثغرات المهمه في فريق غانا. دي حاجات كلها احنا ما استعدناهاش. اعتقد ان في عناصر كتيره قوي يعني كانت سبب في الهزيمه المهينه. طيب حضرتك بتقول ان ممكن اداء النادي الاهلي بكره هيكون مختلف عن اداء المنتخب في مباراه غانا، ده راجع لايه؟ راجع لانه هل يعني وكما قال بعض المحللين الرياضيين انه كان في ربما بعض الخلافات ما بين اللاعبين في المنتخب، ولكن ده ان شاء الله بكره في مباراه الاهلي مش هيكون موجود، فبالتالي الاداء هيكون افضل؟ طبعا الخلافات عامه في كره القدم بتخلص بعد نهايه المباراه، يعني دي عامه بصفه عامه، لكن فكره انا بقول لحضرتك فريق القطن اقل فنيا من النادي الاهلي، وده اللي اثبتته المباريات اللي فاتت كلها سواء مع النادي الاهلي او غير النادي الاهلي، النادي القطن يعني فهو من الناحيه الفنيه اقل كتير. بس احنا برضه عندنا مشكله الاستهانه بالفريق الاخر لو الناحيه الفنيه عنده اقل مننا، الاستهانه ده بيبقى ليها تداعيات برضه، ان احنا في النهايه مش بنحقق نتائج كويسه يعني. لا انا ما قلتش فكره ان احنا نستهين بالخصم، انا ما قلتش كده، ولكن انا بقول ان هي الناحيه الفنيه هم اقل من النادي الاهلي، لكن المشكله الاساسيه اللي هي اللي عند اللعيبه فكره ان هم لسه في دماغهم مباراه غانا ولسه ما انتهيناش منها، ولسه الصحافه بتتكلم، ولسه الاتحاد يعني بيحقق في اللي حصل، فاعتقد كل ده عامل تشتيت ذهن للاعبين للجهاز الفني. انا اتمنى ان ابو تريكه ما يبقاش المباراه لاسباب كتير جدا، لاسباب ان احنا نستعين بحد يعني يكون في وسط الملعب يقدر ان هو يعمل التوازن الدفاعي والهجومي. من الناحيه النفسيه ابو تريكه في حاله مشاركته هيبقى مشاركه سلبيه، مش هنستفيد منه بالشكل الامثل. قد يكون لو النتيجه اصبحت لصالح النادي الاهلي ممكن يتم الاستعانه بيه في الشوط الثاني، لكن انا مع ان ابو تريكه ما يبتديش المباراه وبعض اللاعبين الاخرين يعني زي وليد سليمان على اساس ان يخرجوا من الناحيه النفسيه اللي عندهم. طيب توقعات حضرتك بقى فنيا التشكيله هتكون ازاي بخلاف ابو تريكه اللي حضرتك اتكلمت عنه، وطريقه اللعب مثلا اللي ممكن يلعب بيها النادي الاهلي او اللي يفترض انه يلعب بيها علشان يحقق ان شاء الله الفوز؟ التشكيل بالنسبه للنادي الاهلي ثابت، شريف اكرامي وائل جمعه محمد نجيب، اعتقد ان سيد معوض هو اللي هيلعب، مش الناوي، احمد فتحي في الجانب اليمين، في وسط الملعب لسه هيتحدد مشاركه حسام عاشور او يعني الاصابه اللي هتحدد مشاركته، مع شهاب الدين احمد، عبد الله السعيد، اتمنى ان سيد حمدي يبدا المباراه، سيد حمدي عنده يعني من الدافع ان هو يعني يحقق النتيجه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي. كمان في دومينيك لعيب مهم عنده سرعات ممكن النادي الاهلي يستغلها في مباراه زي كذا. يعني وليد سليمان، ابو تريكه، احمد شيكي ناوي، ممكن يتم الدفع بيهم في الشوط الثاني على اساس ان هم لسه خارجين من الاثار النفسيه من مباراه غانا. تمام. طب استاذ رامي شايف ايه نقاط الضعف اللي موجوده في فريق القطن الكاميروني، ايه اللي المفترض ان احنا نركز عليها ونشتغل عليها ونستغلها؟ هما طبعا فريق القطن مباراة الذهاب اثبتت ان هما عندهم مشكله في العمق، عمق الدفاع، يجب ان يتم استغلالها عن طريق الكرات العرضيه. ويمكن عشان كده بقول ان احنا سيد حمدي او احمد او دومينيك يستغلوا ان هما عندهم ميزه استغلال الكره العرضيه بالهيد. دي حاجات كلها اعتقد ان الجهاز الفني ذاكرها كويس، وانا اثق في محمد يوسف المدير الفني للنادي الاهلي والجهاز المعاون. اعتقد ان شاء الله المباراه بكره تعوض الهزيمه ان شاء الله الهزيمه المهينه اللي احنا يعني. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع.
شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. شكرا يا فندم لحضرتك ومشاهدينا الكرام. بكده خلصت حلقتنا النهارده من هذا الصباح. نتمنى تكون فقراتنا وحواراتنا حازت على اعجاب حضراتكم. كل سنه وحضراتكم طيبين. نلقاكم غدا ان شاء الله مشاهدينا الكرام وفريق عمل جديد في هذا الصباح. الى اللقاء. الى اللقاء.